السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناة ديالكم ناصر ايس فلوكس. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. اللي توصلت بالعديد من الاسئلة من اخوتي واخواتاتي بزاف تيقولوا لي ناصر شرحت لنا الموقع ديال كيفاش توصلوا بالمنتوجات، كيفاش توصلوا بالفلوس. المهم مازال انا مع هذا الموضوع هذا حيت تنتوصل بالعديد، اكثر من 100 ميساج، اكثر من 100 ايميل عندي في البواط تيسولوني بزاف على هذا السيت هذا. لذلك توصلت بالعديد من الاخوان تيقولوا لي ناصر كيفاش غنديروا مراجعه للمنتوج، نهار يوصلنا المنتوج كيفاش نديروا مراجعه. غنجاوب الخوت اللي قالوا لي كيفاش نديروا مراجعه. وهذا الفيديو ديديكاس لواحد البنت اللي سولاتني قالت لي ناصر عافاك دير لينا هاد الفيديو هذا باش نعرفوا كيفاش نديروا مراجعه للمنتوج اللي غنتوصلوا به. المهم الا كنتم مستعدين بقاو في هذا الفيديو. بيس ليكم خوتي خواتاتي. من بعد ما تتواصلوا مع الشركه وتتقرر الشركه تعطيكم منتوج باش ديروا ليها مراجعه، تتوصلوا بالمنتوج اللي هو هذا. على سبيل المثال انا عندي منتوج توصلت به هو هذا. قبل اي شيء المهم تتفق مع الشركه شحال ديال الفلوس غادي تعطيك والمنتوج اللي غادي توصل به. تحاول اول حاجه تحاول دير عنوان اتراكتيف. عنوان اتراكتيف هو عنوان تيجذب الناس باش يتفرجوا في ذاك الفيديو. هذا هي اول مرحله. والمرحله الثانيه هي كيفاش تقدر تدير مراجعه لهذا المنتوج. سمحوا لي اخوتي حيت انتوما نهار غديروا مراجعه ما غاديش ديروها ديريكت بحال هكايا، لابد غادي تشدوا الكاميرا، غادي تقربوا هنايا، غادي ديروا ثلاثه الزوايا ديال الكاميرا، اما من الكاميرا هكايا، اما من الكاميرا هكايا، اما من الخلف، اما من الانفاس. لذلك باش يبان داك الشيء احترافي وداك الشيء زوين. انا غادي نوريكم غير نعطيكم غير كيفاش ديروا المراجعه. وانتم من بعد تتشدوا المنتوج هكا تتبينوا له المنتوج، تتقول لهم المنتوج وتتعطي الاسم ديال المنتوج اللي توصلتي به، المنتوج اللي داير انت في العنوان في اليوتيوب. من بعد تشوف تتوريهم الصور اللي في المنتوج، تتوريهم الصور في المنتوج، تتقول لهم المنتوج هكذا تيجي معاه هكذا. المهم انا نعطيكم غير دوك التريكس، نعطيكم غير دوك الحيلات اللي تقدر تقولوا. من بعد ما تتعرفوا بالكرتونه اللي فيه تتمشيو تتحلوا الكرتونه، تتوليو الكاميرا تتشدوها ما تتوليو تتشدوا راسكم، تتوليو تتشدوا غير المنتوج. على سبيل المثال تتحلوا المنتوج بحال هكايا. انا غندير مراجعه لهذا، ما غنديرش مراجعه ولكن غير غنوريكم كيفاش. تتحلوا الكرتونه بحال هكايا والكاميرا تتكون قريبه ليكم. على سبيل المثال بحال هكايا، انتم ما تتبانوش، راه غير البرودوي اللي تيبان دابا المنتوج. تتحاولوا تخليو ديما الحاجه الزويونه، الحاجه اللي الناس تيتسناو يشوفوها ديما خليوها للاخر. على سبيل المثال انا عندي هذا الدي في دي اللي غندير له مراجعه، ما غاديش نوريكم ندير له مراجعه دابا، غادي نحطو ابار، غنحطو وغادي نوريكم شنو تيجي مع الدي في دي. حيت الا وريتيهم الدي في دي دغيا طقطق المنتوج، اول حاجه بحال قلتي تليفون، تتوريهم التليفون على الدقه الاولى صافي تيشوفوا التليفون صافي تيمشيو تيخرجوا الناس ما تيكملوش الفيديو. والغرض ديالك هو يبقى الشخص يتفرج في الفيديو حتى يسالي الفيديو. لذلك تتوريهم تتقول لهم بلا المنتوج تيجي معاه، انت غادي توصف المنتوج ديالك ماشي توصف اللي قلت غتقوله. على سبيل المثال انا غادي نوصف هذا، تنقول لكم تجي مع تيليكوموند، هاد الدي في دي كتجي مع تيليكوموند، وغادي توري الكاميرا غادي تكون قريبه لهنايا، غتوريهم هكا وتحاول تقول شي كلمات اللي تتخلي المشاهد يعجبو داك المنتوج. شنو هو الغرض ديالك نتايا؟ الغرض ديالك هو تبيع المنتوج، تبيع المنتوج لديك الشركه اللي عطاتك منتوج فابور. حيت ماشي دير لها منتوج صافي بحال تقول لها راه صافي قول لبسك راه خديت المنتوج، ما ديرش شي حاجه احترافيه. راه من تدير تدير مراجعه للمنتوج احترافي بطريقه احترافيه وتتحقق مبيعات الشركه، تتحقق مبيعات، تتشد لا ليست ديالك تديرها في واحد، تتشد السميه ديالك تديرها في واحد لا ليست اللي غادي يبقى تتعامل معاك ديما. على سبيل المثال كاينين الاخوان كي بحال قلتي رغيف امين ولا حوحو، دابا راه عندهم شركات اللي بحال قلتي من بحال قلتي صافي خدامين معاهم، تيدوز السيمانه تيتواصلوا مع امين رغيف ولا حوحو عافاك دير لنا هذه المراجعه لهذا المنتوج، حيت ديجا دار مراجعه وحقق مبيعات كثيره جدا. لذلك حاول تدير تحبب الناس في ذاك المنتوج حتى يشريوه. تتوريهم هكا، تتوريهم المنتوج وتتعطيهم كلمات اللي يقدروا جميل جدا وكذا يمتاز بمواصفات على حسب اللغه انت اللي تشرح بها المنتوج. من تتسالي بالتيليكوموند تجبد تقول بالله راه تيجي معاه مزايا اخرين، هذا بحال قلتي كابلي، هاد الكابليات تيجي مع هذا الكابلي اللي هو شاحن اللي تتربطوا مع
باور متى تربطو مع الضو تتقول لهم بحال هكايا، الا كان تليفون ولا كان بحال هكا دي في دي ولا كان شي حاجه، المهم تستعمل بالضو تتقول لهم بالله كتجي معاه هذا الشاحن هذا، وتتجي معاه تتقول لهم بالله ديما تتكون الكاتالوج مع المنتوج، تدير لهم بالله راه هذا تتجي معاه كيفيه استعمال، تتوريهم هادو وتتهضر عليهم واحد شويه، تتحط هادو جانبا، تتولي تتقول لهم بالله راه تيجيو معاه على حساب دوك الاكسسوار اللي تيجيو مع المنتوج. انا ما غاديش نعطيكم غير بحال هكايا، تتقول لهم بالله هذا الشيء ها هو هذا سميتو فيه بهذه الخيوطه، هادو تيتركبوا في الدي في دي. من بعد تنساليو من هاد لي زاكسيسوار، تنمشيو للحاجه اللي الناس يتسناوها. على سبيل المثال تنمشيو للدي في دي تنديرو، واخيرا كنجيو للمنتوج اللي تيتسناو الناس، واخيرا تدير لهم بحال هكا الطق، وتتوري الكاميرا بواحد اتجاه اخر، وتتوريه بواحد الزوايا من هنايا، وتتوري زوايا من الجنب، تتخلي المشاهد يبقى متبع الفيديو وباغي يشري المنتوج. تتوريهم على سبيل المثال المعلومات اللي على هذا المنتوج هذا، تتوريهم الا كان بحال قلتي هذا البوت ان والبوت اوت، تتوريهم هادو، تتقول لهم بالله على سبيل المثال انا راه ما تنشرح لكم دابا هذا الدي في دي هذا، انتم راه يجيكم تليفون، تجيكم تلفازه، تجيكم اي حاجه جاتكم. على سبيل المثال تدير لهم بحال هكايا، تتحل سميتو وتدير المهم تتهضر على المنتوج. انا ما بغيتش دابا حيت انا هذا ماشي، ما بغيتش ندير له مراجعه حيت الان. تتشد هادو تتركبهم هنايا، الصفر في الصفر، الاحمر في الاحمر، كذا الباور للضو تتركب في الضو، وانتيا تتقلب الكاميرا من مره كاميرا هكا، مره زاويه هكا، مره زاويه هكايا، باش تخلي المتلقي ما يبقاش مال في واحد الاتجاه كما انا دابا تنهضر معاكم. لابد خصك تغير الزوايا باش يبقى المشاهد متحمس في المنتوج. على وفي الاخر من تشرح المنتوج تدير له تيست، تدير له مراه، تدير له اختبار. اما الى بحال سبيل المثال انا جاني الدي في دي هذا غنركبو مع التلفازه، ولا تتركب مع التلفازه وي، وغادي نوريكم التيست. الا كان عندكم تليفون تتوري المزايا اللي في التليفون، تتوريه بالله فيه هاد فيه شحال ديال الرام، شحال فيه ديال سميتو البروسيسور، شحال فيه ديال كاباسيتي بلا كارت ميموار، شحال ميجا بيكسل، شحال الميجا بيكسل في الكاميرا القداميه والكاميرا ديال الفرونت وديال الباك، و تعطيهم الباتري سميتو الفولتاج ديال الباتري، شحال يقدر يبقى لك الباتري. المهم تتخليه باش تتحببوا في هذا المنتوج، تتحببوا في المنتوج حتى يدخل ويشري المنتوج. انت الغرض ديالك تبيع المنتوج، انت حصلتي على المنتوج، والغرض ديالك تبيع المنتوج وتخلي الشركات تواصل معك مره اخرى وتحقق مبيعات، هي تحقق مبيعات وانت عاوتاني تحقق منتوجات وتحقق مال الفلوس. هذا الشيء اللي كاين اخوتي، ما بغيتش نطول في هذا الفيديو هذا. نتمنى اخوتي يعجبكم هذا الفيديو القصير هذا اللي حاولت نشرح لكم كيفاش ديروا مراجعه. هذا الشيء اللي كاين راه بسيط، ما انتم خديتوه بواحد المعنى صعيب. كيفاش نديروا مراجعه؟ مراجعه هي هضر عليك اي حاجه، هضر عليه وتكون شي صوره احترافيه، الزاويه ديال الكاميرا يكونوا تيتبدلوا تيختلفوا، كان شي ضو احمر ضو صفار الا كان عندكم، ما كانش عندكم ماشي مشكل. المهم ما تحاولوش تصوروا بالتليفون ولا تصوروا بشي حاجه ماشي احترافيه، حيت غادي يشوفوا، حيت راه مازال غادي دير لهم مراجعه وغيشوفوا تشوفوا الشركه، عاد غادي تقبل باش تعطيك الفلوس، حيت الفلوس تتبقى في واحد البلاصه حتى تشوف الفيديو اللي درتي له انت مراجعه. عفوا، من تشوف الشركه بالله راه درتي شي حاجه احترافيه صافي تطلق لك الفلوس، تجي لك الفلوس انت للباي بال ولا تجيك على حساب انت كيما بغيتيها في البنك ولا في الشيك، ومن تما صافي انت حققتي فلوس وحققتي منتج. وهذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي كاين اخوتي، ما تاخذوش شي حاجه صعيبه تاخذوها بالله راه صعيب ندير ريفيو. وخصوصا البنات الناس اللي باغيين، البنات اللي باغيين يديروا مراجعه، ماشي مشكل تبيني اختي وجهك ولا شي حاجه، المهم بيني غير اليدين بحال هكايا والكاميرا هكايا. والدراري حنا ما عندناش مشكل الا تنشوفوه هكا في الكاميرا ماشي مشكل. المهم البنات اللي ما تيبغيوش يبانوا في الكاميرا، اختي استعملي غير اليدين ديالك بحال هكايا، واستعملي وشرحي المنتوج.
وهادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، ما صعيب حتى شي حاجه. نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم السعاده. الناس اللي مازال ما تقيدوش في الموقع اللي شرحت ديال الفيم بيت اللي تتربح منه منتوجات وتتربح منه الماني الفلوس، غادي تلقاو الرابط لتحت في الديسكريبشن لينك. اخوتي بغيتو توصلوا، بغيتو الناس اللي تيقلبوا على رساله تحفيزيه باش يصيفطوها للشركات تقبلهم، غتلقاو الرابط لتحت هو ديال الرساله التحفيزيه. وهادشي اللي نقدر نقول لكم، نتمنى لكم خير. كانت عندكم اسئله خليوها لي في كومونتير. عجبكم هذا الفيديو وشتوه بلا استفدتوا منه، شجعوني بلايك. انا لايك هي اللي تنشوف بلا واش انا واش عطيتكم شي حاجه تستافدوا منها ولا غير انا كنخربق. عطيتوني لايك راه بلا راه بغيتوا هادشي، عطيتوني ديسلايك غادي نبدل عاوتاني المحتوى ديالي وغادي نعطيكم شي حاجه نتوما اللي تتبغيو. على سبيل المثال هذا الموضوع نتوما اللي اختاريتو. ولا كنتي جديد على القناه ديالي ما تنساش اخويا تشرفني بواحد سبسكرايب، هذيك البوطونه الحمراء، كليكي ابوني اشتراك ولا سبسكرايب باش تنضم للعائله ديال ناصر عايز فلوكس اللي حنا دابا وصلنا ل 5 تقريبا 54000 فرت العائله. ما كنقولش معجب، ما كنقولش فان. ما تنساوش تكتبوا التعليقات ديالكم الا بغيتوا شي موضوع اخر. وانا مازال في هذا الموضوع ديال توصل كيف تتوصل بمنتوجات زائد زائد المال. هادشي اللي كاين، بيس ليكم وتهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف. كان معكم ناصر من امريكا من قناه ناصر عايز فلوكس. بيس ليكم.